على الهاتف مع الزميل ابراهيم فايق، كان حوار مهم امبارح، اتكلم عن الاهلي وعن الكابتن محمود الخطيب، نشوفه. بالتأكيد أعرف النادي الأهلي جيدا، فريق رائع، هو بطل أفريقيا وهو أيضا بطل مصر، حاصد للألقاب والبطولات، هو من وجهة نظري هو أفضل فريق في أفريقيا وحقق أهم الألقاب على الصعيد المحلي والصعيد الافريقي ايضا. نحن نحترم النادي الاهلي ونحن في غايه السعاده بهذه المواجهه، نحن نقدر النادي الاهلي ونحترم هذا الخصم. بالفعل هو حقق انجازات ونتائج رائعه. الاهلي اثبت ذلك بالفعل. فريق كبير وعندكم في مصر محمد صلاح وأسماء كبيرة تعرفنا عليها، ما يعكس قوة الكرة المصرية والكرة في أفريقيا. أنا أعتقد هناك علاقة طيبة بين الأهلي وبايرن ميونخ، العلاقة ستظل طيبة. ما الرسالة التي يقدمها مستر رومنيجا لكابتن محمود الخطيب؟ أنا أتابعك وأعرفك جيدا مستر محمود الخطيب، بتمنى لكم التوفيق وبالاستمرارية في تحقيق الألقاب ونجاحات كبيرة لكم بكل تأكيد، وأتمنى لكم التوفيق مستر محمود الخطيب. رومانيجا رئيس تاريخي من 2002 للبايرن، خلاص، واعتقد راس يعني انديه الاوروبيه، رابطه الانديه الاوروبيه، الرابطه لفتره طويله برضو، وهو احد الهدافين التاريخيين الالمان. ذكر الاهلي بكل احترام، وذكر الكابتن الخطيب، قال له أنا متابعك وأقدرك وأتمنى لك التوفيق. أنت لما بتتابع أحد أنت بتحترمه، أنت بتقدره، أنت بتهتم بيه، شايفه، مش متجاهله. رومانيجا لما بيحترم النادي الأهلي مش بيحترمه لأنه عامل معاه بروتوكول أو لا، ده عارف تاريخه الإفريقي وعارف أنه أهم فريق في أفريقيا وعارف أنه جدير بهذه المكانة وعارف أنه يضم ألمع نجوم الدوري المصري ومتابع أدائه. لكن إزاي رومانيجا يشيد اتحاد أفريقي، يشيد اتحاد دولي، يشيد كاكا، يشيد مش عارف مين يشيد، لكن اوعى يا أحمد المجاد، أصل أنت الإيه المسؤول المصري عن كرة القدم، إزاي تشيد بالنادي الأهلي إبراهيم؟ كل دول، طب مولر النجم الألماني المتألق، هل شاف الاهلي في ارض الملعب امبارح خصم سهل ولا صعب؟ نشوف. ما مدى رضاكم عن هذه المباراه وهذه النتيجه؟ نحن مسرورون بالتاكيد بالوصول الى المباراه النهائيه. الأهلي هو مثل بايرن ميونخ في مصر، وهو فريق كبير ولديه جماهير كبيرة ورائعة، والناس هنا في الملعب والجمهور كان إيجابي جدا، كان ممتع جدا أن نلعب هنا وأن نصل إلى النهائي، كان هذا هو الهدف الأهم بالنسبة لنا. وبالتأكيد هذا هو الهدف الكبير، هو أن نفوز بهذا اللقب كي نحقق ثلاثية في موسم واحد ويكون ذلك رائعا. هل كان الأهلي صعب المباراة على البايرن؟ أعتقد أننا كنا أفضل، ربما كان علينا أن نسجل الهدف الثاني مبكرا، ولكن في نهاية المطاف أعتقد أننا كان لنا ظروف أفضل وقوة أكبر على أرضية الميدان. ربما آخر 15 دقيقة سيطرنا على معظم أطوار المباراة، أعتقد أننا استحققنا الفوز بالمباراة، ولكن الأهلي كان خصما جيدا جدا. مولر لاعب الفريق وهدافه الكبير جدا اللي هو يعني أعرق وأقدم من ليفاندوفسكي، لما جه الراجل ليفاندوفسكي ده يعني سحب البساط شوية منه، لكن مهاجم له رأيه. طيب
هو لما عندما تحدث عن الأداء وهو بقى يعني لاعب قال إيه؟ قال فوزنا، فرحان بالفوز، ولكن الأهلي أتعبنا، والأهلي فريق محترم جدا ويقدر النادي الأهلي. ده مولر وده رومانيجا. طيب ايه رايكم في مدربين الألمان اشتغلوا في مصر؟